ينضم إلينا من العاصمة الصينية بكين ياي شين هوا الكاتبة والباحثة السياسية. بعد التحية سيدة هوا، واضح جدا من خلال التصريحات المتواترة التي تخرج من القمة بأنها قمة ساخنة. هناك يعني تصريحات من مختلف الجهات، لكن سأبدأ بهذه التصريحات لوزير الخارجية الروسية الذي تحدث فيها عن لهجة غير لائقة من الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الغربيين، وما استتبع ذلك من ربما كما وصفه بتقسيم الرابطة. إلى أي درجة هو مصيب في هذه التصريحات؟ تحياتي إليكم. أعتقد يعني موقف الصين الثابت حول أزمة روسيا، أزمة أوكرانيا، ما زالت واضحة منذ اندلاع هذه الأزمة، حيث يعني منذ اندلاع هذه الأزمة أكدت الصين أن العقوبات المفروضة وحدية الجانب على روسيا هذا غير مقبول لدى الصين ولدى روسيا، بأن الصين تعارض مثل هذه العقوبات وحدية الجانب هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني أن الصين تدعو دائما لحل هذه الأزمة عبر الحوار والتشاور بين روسيا وبين أوكرانيا وبين يعني مختلف الأطراف المعنية بهذه الأزمة. وبالإضافة إلى ذلك، كما نعرف أن الصين تدعو دائما إلى يعني قدمت مساعدات كبيرة من الإنسانية إلى أوكرانيا، وتدعو إلى تجنب عن حدوث المزيد من أزمات الإنسانية يعني في المناطق المتعلقة. وأعتقد أن هذا هو موقف الصين الواضحة تجاه هذه الأزمة. وأيضا يعني كما نعرف أن الصين أكدت في مختلف المناسبات أنها تعارض سياسة القوة وسياسة الهيمنة، وتدعو إلى تعددية في هذا العالم، كما نعرف أنه في الوقت الحالي يشهد الوضع الدولي تغيرات كبيرة، فالعالم يتقدم إلى تعددية وليس إلى يعني وحدية، يعني إلى قطبية واحدة، وهذا الاتجاه العام. بطبيعة الحال هذه نقطة مهمة ربما سأعود إليها لاحقا، لكن سيدة ياي، يعني إذا كنا نتحدث عن العلاقات الروسية الأمريكية بطبيعة الحال هي يعني علاقات ليس في أفضل أحوالها، لكن في الجانب الآخر حتى العلاقات الصينية الأمريكية ليست في أفضل الحالات، وبالتالي هذا الموقف الصيني ربما كان له تأثير على تصريحات الرئيس الأمريكي في عدد من القضايا. لعل مثلا آخر تصريحات بايدن في هذه القمة هو تحدث عن فكرة أن يجب ألا تتحول المنافسة مع الصين إلى صراع. في أي إطار يمكن فهم هذه التصريحات؟ أعتقد أنه كما نعرف أن أمريكا دائما تعتقد الصين كأكبر منافس في الوضع الدولي، وخاصة خلال السنوات الأخيرة. وأيضا يمكن أن نعرف أن الصين يعني من الجانب الصيني يدعو الصين دائما إلى تعزيز وتحسين علاقاتها مع الجانب الأمريكي، لأنها يعني أكدت في مختلف المجالات أن تحسين العلاقة بين الدولتين الكبيرتين في هذا العالم مهمة جدا، يسوب مصلحة الشعب الصيني والشعب الأمريكي وكذلك الشعوب العالمية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كما نعرف أن يعني هناك تصعيد التوترات بين الصين وأمريكا في بعض القضايا مثل قضية تايوان، وخاصة بعد زيارة بيلوسي لتايوان منذ أغسطس الماضي. وبالنسبة للصين هذا يعني استفزازات كبيرة وشديدة للجانب الصيني في سيادة الوطنية الصينية وسلامة أراضيها، لأن تايوان جزء من الصين، ولكن يعني زيارة بيلوسي لهذه المنطقة وكذلك يعني بعدها بعد سياسة الأمريكيين وبعد سياسة الغربيين لهذه المنطقة، يعني بغض النظر عن المعارضة الشديدة من الجانب الصيني، هذا يعتبر استفزازا كبيرا بالنسبة للصين في سيادة. ولكنه في هذه النقطة سيدة ياي هو يقول أيضا في هذه النقطة تحديدا
أنه بيدعو أو يدعم حل النزاعات في بحر الصين الجنوبي بشكل سلمي ووفقا للقانون الدولي، كما أنه أشار إلى نقطة مهمة وهي فكرة أن قنوات الاتصال مع الصين ستظل مفتوحة. فماذا يمكن قراءته في فهم طبيعة هذه التصريحات وطبيعة العلاقات الصينية الأمريكية في هذا التوقيت؟ أولا أعتقد يعني كما نعرف أن استفزازات الأمريكية في بحر الجنوبي ومضيق تايوان هذا يعني واضحة، يعني يهدف إلى استخدام تايوان لسيطرات على الصين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب علينا أن نعرف أن كل الصراع يعني الصراعات التي شهدت في بحر الصين الرئيسي في بحر الصين الجنوبي وأيضا يعني في مضيق تايوان كلها ناجمة عن استفزازات الأمريكية، لأن كما نعرف أن الولايات المتحدة تبعد عن هذه المنطقة بمسافات كبيرة، ولكن يعني سفينتها أتت إلى هذه المنطقة، أتت إلى بحر الصين الجنوبي، وأيضا يعني طائراتها كانت تحلق على هذا السماء، وكلها تعتبر من استفزازات أو يعني تهديد بالنسبة للصين. وكذلك يعني كما نعرف أن الصين قامت برد وردود رد شديد على يعني هذه الاستفزازات، مثل يعني القيام ب رد على الولايات المتحدة ببعض العقوبات المفروضة في 8 مجالات، مثل تعليق التعاون بين الجانبين في مكافحة المخدرات، وكذلك التعاون في مواجهة التغير المناخي. وحتى الآن لم يستهدف هذا التعاون في هذه المجالات، وأعتقد أنا ولكن يعني كما نعرف أن الصين قد أكدت وخاصة في إيقاد مؤتمر الوطني 20 للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر الماضي أن تعزيز التعاون الثنائي بين الصين والولايات المتحدة مهم جدا، وأيضا أن الصين ترغب في تعزيز هذه العلاقة مع الجانب الصيني مع الجانب الأمريكي ولإيجاد طريقة صحيحة لتطبيع هذه العلاقة. سيدة ياي، هناك أيضا تصريحات من رئيس الوزراء الياباني، هو يتحدث أيضا عن طبيعة العلاقات بين بلاده والصين، وتعلمين تماما هذا التحالف الواضح والقوي على مدار سنين طويلة بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن هناك تناغما ما بشأن هذه التصريحات بين تصريحات بايدن وتصريحات رئيس الوزراء الياباني الذي يتحدث فيها عن أن فكرة السلام والاستقرار في مضيق تايوان عامل مهم لضمان الأمن والاستقرار، لكنه أيضا اتهم الصين بأنها تتخذ إجراءات تنتهك سيادة بلاده. أولا يجب علينا أن نشير إلى أن رد الصين على استفزازات الأمريكية في منطقة يعني المحيطة بجزيرة تايوان كلها يعني المشروع، وأيضا يعني كلها من أجل حماية سيادتها الوطنية الصينية. هذا من جهة أخرى كما نعرف أن اليابان دائما تتبع السياسات الأمريكية الخارجية، ولأن هما يعني من الحلفاء وأيضا يعني تتبع اليابان من السياسات الأمريكية الخارجية من أجل الأمن الوطني لبلاده. ولكن كما يجب علينا أن نعرف أن يعني كل تحركات الصينية وأيضا التحركات التي قامت بها الصين في الحدود بين الصين واليابان كلها يعني في إطار القانون الدولي، ولا يوجد يعني تهديد لحدود اليابان وسيادتها الوطنية سلامة أراضيها، ولا يوجد مثل هذه المشكلة. ولكن يعني كما نعرف أن الولايات المتحدة تعتقد الصين كأكبر منافس لها، وكذلك اليابان تتبع سياساتها الخارجية، وهكذا يعني هي العلاقة بين هي يعني ما
يؤدي إلى المشاكل في العلاقة بين الصين والولايات المتحدة. نعم، من العاصمة الصينية بكين ياي تشينهوا الكاتبة والباحثة السياسية، شكرا جزيلا لك.